بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه في شابتر 6 وهنتنقل في الجزء الثاني الى البروبرتيز اوف ايونيك كومباوندز، خصائص المركبات الايونيه. بعد ما خدنا طبعا من شويه نبذه عن الايونيك كومباوندز والكوفالنت كومباوندز، المركبات الايونيه والمركبات التساهميه، تعالوا بقى نشوفهم بالتفصيل وناخدهم واحد واحد. وأول حاجة هناخدها زي ما احنا قلنا من شوية الـ Properties of Ionic Compounds، خصائص المركبات الأيونية. أول حاجة بيقول لي consist of negative and positive ion، وعارفين وعرفنا كمان من شوية إن احنا إيه؟ عندي negative و positive و transfer electron. بيقول لي كمان على الـ Ionic Compounds have attraction called ionic bonds، وعرفنا إنها بتربطهم مع بعض رابطة اسمها الرابطة الأيونية أو روابط أيونية between positively and negatively charged ions، وعرفنا الكلام ده. بيقول لي كمان على الـ properties of ionic compounds have highly melting points، لها درجات ذوبان عالية جدا. بيقول لي كمان are solid at room temperature، لها صلبة في درجة حرارة الغرفة، درجة الحرارة العادية. بقولي كمان ان ACL as example، لو عندي لو خدنا مثال يعني من الايونيك كومباوندز، لان ACL منهم اللي هو تيبل سولت، ملح الطعام، الكريستالز اللي هي بتاعته دي. بقول is an ionic compound known as table or non-table salt، its arrangement of Na positive ion and Cl negative ion in an NaCl crystals. لان ACL هو عبارة عن مثال للايونيك كومباوندز، مركب ايوني وبوزيتيف مع نيجاتيف بيلتصقوا ببعض عشان يكونوه في الان اس ال التيبل سولت اللي هو ايه الكريستالز. لو بصينا الرسمه اللي قدامي ديت، ادي الصوديوم ميتال. طبعا صوديوم ميتال لوحده لا يمكن احنا ناكل صوديوم، حد يقدر ياكل صوديوم؟ طبعا ده ميتال. وعندي الكلورين جاز، الاثنين مع بعض بيكونوا الايه التيبل سولت او الكريستالات ال NaCl. لا نقدر ناكل الصوديوم ميتال لوحده ولا نقدر ناكل الكلورين جاز لوحده، لكن الاثنين مع بعض بيكونوا لي حاجه مهمه بالنسبه لنا. ادي الكريستالز اللي بيكونوا من الاثنين مع بعض، ادي كلها كريستالات او كريستالز NaCl. تعالوا نشوف الكيميكال فورمولاز اوف ايونيك كومباوندز، الصيغة الكيميائية للمركبات الأيونية. بيقول لي في الكيميكال فورمولا، في الصيغة الكيميائية للأيونيك كومباوندز، بنلاقي إن the symbols، الرمز للعنصر، in subscripts والأرقام اللي بتبقى حواليه are written in the lowest whole number ratio of the atoms or ions، بنلاقي نكتبهم في أقل نسبة صيغ ممكنة، نسب ممكنة. يعني مثلا لو كنا نبص هنلاقي عندي مثلا هذا الـ Na وده Cl، هنا هتلاقي عندك نسبة 1:1، ديت lowest، أقل صيغ ممكن أوصل لها. كمان بيقول لي the sum of ionic charges in the formula is always zero، اللي charges عامة لما أجي أتبعهم مع بعض على الـ NaCl، على الـ Na وعلى الـ Cl، لازم تطلع لزيرو. زي الرسمة اللي قدامي دي، أنا عندي الـ Na وعليها هذا الالكترون، هيتنقل الالكترون ويروح على السي ال عشان يكمل بيها 7 ويبقوا 8 ويستقر زي ما احنا قلنا. فبنلاقي ان ال ايه فقد 1 الكترون، بينما السي ال اكتسب 1 الكترون. طب تعالوا بقى نروح الناحيه الثانيه، الاثنين قربوا من بعض وبقى على ال ان ايه عليها بوزيتيف تشارج وعليه السي ال عليها نيجاتيف تشارج. المفروض مجموع الشحنتين دول يطلعوا لي زيرو في الاخر. لو بصينا تحت هنا اهوت، ادي عندي هنا اهوت عشان احسب الايونت تشارج اللي هناخدها بعد كده بالتفصيل ازاي نحسبها. ادي عندي 1 اتوم من ال Na واللي تشارج عليها بوزيتيف 1، زائد 1 اتوم من السي ال واللي تشارج عليها نيجاتيف 1. المفروض الاثنين يطلعوا معايا ايه زيرو. ده من مين؟ ال NaCl. وبينطبق طبعا الكلام ده كله على الايونت كومباوندز. تعالوا نشوف المغنيسيوم والكلورين. ادي المغنيسيوم وادي الكلورين. المغنيسيوم احنا عارفينه فين؟ في جروب 2، يعني معناه ان هو عنده 2 الكترونز
في الأوتر شيل، وعشان الراجل ده يستقر عايز ياخد التو إلكترونز كله. وعند الكلورين عنده كام؟ 7 إلكترونز، لأنه موجود فين؟ في جروب 7، يعني عنده 7 إلكترونز في الأوتر شيل. طب هما الاتنين عايزين يعملوا كومباوند مع بعض، هيعملوا ايه؟ ده عايز ياخد 2 وده عايز ياخد واحدة بس. فالمغنيسيوم يروح للكلورين يقول له ايه؟ والله يا تاخد الاتنين يا مش هديك، انا عايز ابيع الاتنين. والكلورين يقول له لا انا محتاج واحدة بس. فيعمل ايه الكلورين عشان بقى ياخدهم؟ يروح يجيب كلورين تاني، اتوم تانية، عشان كل واحدة تروح الى 1 كلورين. يعني عند المغنيسيوم عليه 2، هيدي واحدة للكلورين وهيدي واحدة للكلورين تاني، لأن ما يقدرش الكلورين ياخد الاتنين. بعد ما يطلع هنا، هو بعد ما يروح الإلكترون هنا والإلكترون كلورين تانية، نبص للناحية التانية كده، اتنقل الإلكترون هنا وكمل لي 8 إلكترونز عشان يستقر. استقر الراجل خلاص وحقق الأوكتت، عنده 8 إلكترونز موجودين عنده، وعنده عليها الكلورين أصبح لها 1 نيجاتيف تشارج. وعند المغنيسيوم خرج 2 الكترون، يعني معناه ان هو عنده 2 بوزيتيف تشارج. تعالوا نبص بقى هنا تحت كده، ده فقط 2 الكترون وساب مكانهم 2 بوزيتيف تشارج، وهنا اكتسب كل واحد في 1 نيجاتيف تشارج. تعال نحسب الايونيك تشارج، ادي المغنيسيوم 1 اتوم من المغنيسيوم، فعنده 2 بوزيتيف تشارج، وعنده 2 اتومز من الكلورين عليها 1 نيجاتيف تشارج. يبقى معناها قلنا لازم في الاخر يطلع لي ايه؟ 0. يبقى في الحاله ديت MgCl2 الفورمولا مغنيسيوم كلورايد، يبقى اسمه ركب كده في الاخر. تعالوا نشوف الرايتنج ايونيك فورمولاز فروم ايونيك تشارجز، ازاي نكتب الصيغه الايونيه من الايونيك تشارجز. مفروض عندي يكون التوتال للتشارجز، التوتال بوزيتيف تشارج بالظبط بيساوي التوتال نيجاتيف تشارج، معناه في الاخر بيساوي زيرو. ولو خدنا اكزامبل عندي غير اللي خدناه من شويه، ده ال ان ايه وده السلفر. عرفنا ال ان ايه في جروب ايه 1 ايه، صح؟ يبقى عليه هنا ايه 1 الكترون في الاوتر شيل اللي يفقدها. وعند السلفر في اي جروب 6 ايه، صح؟ معناه ان عنده 6 الكترونز في الاوتر شيل اهم. يبقى في الحاله دي عشان يستقر ال ان ايه يعمل ايه؟ يفقد 1 الكترون. وعشان الاس برضه يستقر كده وعايز ايه؟ 2 الكترونز عشان يحقق الوقت، عشان يقلد مين؟ اخواننا النوبل جازز، عشان يبقى زيهم يعني، بيحاول يقلده. فالاس عشان يقلد النوبل جاز محتاج 2 الكترونز. إذا لو أنا عندي NA واحدة هيدي للإس، يبقى معناه إن هو بس اكتسب وين الكلورين، محتاج واحدة تانية. هياخد واحدة تانية منين؟ طبعا ما ياخدهاش من NA، لأ أنا عايز NA تانية فيها 1 إلكترون في الأوتر شيل. يبقى الـ NA يروح يجيب صاحبه الـ NA من أي حتة كده على الكافيه ولا لا، ويقول له تعالى معايا أنا هخليك تفقد 1 إلكترون، هدفعك يعني 1 إلكترون. فالـ NA يودي أو يبعت أو يفقد 1 إلكترون لحساب الـ S، يبقوا سمم، والـ NA التانية تفقد 1 إلكترون لحساب الـ S ويكمل بيها التمانية. تعالوا نبص بقى على الناحية التانية هنا، بوزيتيف مع نيجاتيف حصل إنهم إيه؟ التصقوا ببعض. يبقى الـ NA هنا عليها 1 بوزيتيف تشارج، والـ NA هنا عليها 1 بوزيتيف تشارج، وعندي 2 نيجاتيف تشارج بالاثنين الكترونز اللي جوله على السلفر. وفي الحاله دي اتكون لي 8 الكترونز هم من بره وحقق لي الاوكتت. تعالوا نكتب بقى لنا الكومباوندز، ادي الاثنين ان اي عليهم 2 بوزيتيف تشارج، وعندي 1 اتوم بالاس عليها 2 نيجاتيف تشارج، ادي 2 اتومز في 1 نيجاتيف تشارج زائد 1 اتوم بالاس في 2 نيجاتيف تشارج، المفروض بتبقى في الاخر 0. يبقى عندي Na2S اسمه صوديوم سلفايد، يبقى عندي Na2S. طبعا هنا هنعرف بعد كده تبادلات التكافؤات، وهنعرف بعد كده اهم حاجه نعرف ايه ان التوتال تشارجز في الاول او في الاخر بتبقى ايه 0.
تعالوا نشوف السؤال ده بيقول لي على الجزء اللي فات. بيقول لي write the ionic formula، عايز يكتب الـ ionic formula of the compound formed with barium وعليه 2 positive charge and chlorine وعليه 1 negative charge ions. طيب تعالوا نحط أول الباريوم. الباريوم في أي جروب؟ في جروب 2، يبقى عنده 2 valence electrons في الأوتر شيل، ده 1 electron وده 1 electron. حلو. والكلورين في أي جروب؟ أيوة سمعكم، في جروب 7 خلاص حفظنا، يبقى عنده 7 electrons في الأوتر شيل. حلو. الباريوم عايز يفقد 2 electrons والكلورين عايز ياخد 1 electron. السبن دول عايز يكملهم 8، يعني عايز يستلف والباريوم واحد مثلا يحطه هنا كده عشان يكمل الثمانية. طب الأول ده هيروح هنا والتاني ده هيروح فين؟ أيوة زي ما احنا قلنا، الكلورين يروح يجيب صاحب من على القهوة، يقول له كلورين تعالى معايا خد لك إلكترون، خد لك حاجة حلوة يعني. فيقوم رايح معاه والباريوم يديله الإلكترون التاني. يبقى كده الباريوم اتخلص من التو الكترونز اللي عنده في الاوتر شيل، والكلورين كل واحد خد منها واحد مثلا، هيبقى كده عشان يكمل لي طبعا، مش هنا يعني لما يطلع الريزلت يعني. ويطلعوا لي كده البوزيتيف مع النيجاتيف يقربوا من بعض ويكونوا له مركب واحد، ويبقى على الباريوم 2 بوزيتيف تشارج وعلى كل كلورين فيهم ايه 1 نيجاتيف تشارج. حلو. عشان نكتب بقى الايونيك فورمولا، انا عندي BaCl2. طب ال2 دي جت منين؟ اسهل طريقه ان انا بدل التكافؤات، يعني مثلا ده البوزيتيف 2 تروح للكلور والتشارجز اللي فوق تنزل تحت الباريوم من غير اشارات، يبقى عندي ده بوزيتيف 2 يبقى Cl خد 2 من غير اشاره بوزيتيف ولا نيجاتيف، والكلورين عليها نيجاتيف 1 اداها لمين؟ للباريوم. يبقى BaCl2 ده مين؟ الايونيك فورمولا.